كابتن عبد الله، بعد مباراه اليوم هو اسالك الاول عن مباراه اليوم، بعد كده اسالك على مستقبل الاهلي في البطوله. رايك ايه النهارده؟ اولا في بدايه الامر هو المكسب معنوي اهم حاجه، ده يعني انت بيديك دفعه للي جاي. انت خارج من خساره لاتنين تعادل، فدول اثروا بشكل كبير على الفرقه في الفتره الاخيره. فالنهارده انت يعني مكاسب المباراه كبيره كل الاحوال، انت بتكسب النهارده مباراه معنويا ويفوقك للي جاي. حاجه ثانيه، ضمنت 3 بونت بيعلوا حتى ترصيدك شويه في خلال المجموعه، على الاقل تبقى في ظهر الناس، عشان حسبه المجموعه في الفتره اللي جايه هتبقى صعبه جدا. صح. الحاجه الثانيه، اداء الفرقه مهما يكون، حتى لو الخصم مش بالقوه او باللي انت متوقعه، بس لا، النادي الاهلي ادى بشكل كويس جماعيا، فرقه كويسه. في النهارده شغل واضح قوي بين الكندوس وبين حمدي فتحي، الاطراف شغالين بشكل كويس، ان كان طاهر او بيرستاو. محمد شريف لحد ما طلع كان برضه عامل حاله بشكل كويس، حتى يعني الهدف اللي جابه صعب جدا، يعني ان هو بيستلم وبيحط بالشكل ده. لا، فيرود صح، ده اللي كنا بنتكلم عنه لما قعدنا نقول ايه النادي الاهلي محتاج فيرود، ودي كانت نقطه الخلاف. انا ما قلتش النادي الاهلي مش عايز فيرود على فكره، ان انا على كلامي عندك 2 كويسين في الوقت الحالي، كان شريف ودخل كهربا تاني، وعندك شادي برضه خامه كويسه. شادي طبعا انا عايز امسك في قصه شادي. كنت رايح بيه للكابتن حسن، بس بما انك انت قلت شادي اسالك، هو ماله شادي حسين؟ ده السؤال. شادي مهاجم كويس مع سيراميكا، شادي لعيب عنده مجهود كمان، ما تقدرش تقول مثلا انه عنده رعونه في الملعب خالص. كسول، لا، لعيب راجل جدا وعنده مجهود بدني كبير. ايه اللي بيخلي شادي تحس انه حتى لما بيجي يوصل للجون يبقى فيه توتر او فيه اضطراب؟ هي ثقه هربانه بس، مش اكتر. بس ثقه هربانه. زي ما بقول لك، بص يا كريم، هوصف لك حاجه بسيطه. يا ريت. يوم ما انت قعدت هنا اول مره تشتغل، طبعا رعب كبير، زي ما بدات، زي ما انت قاعد في الوقت الحالي اكيد مختلف. والله طبيعي، انا جاي من السيراميكا الجاي لنادي الاهلي، ده قصه وده قصه تانية خالص. ده حكايه وده حكايه. فوضع طبيعي الاستمراريه، بس هي الفكره في ايه؟ على نفس المثل، فضلت متوتر لوقت طويل هيبقى عندي مشكله في شخصيتي اصلا. بالظبط، دي فأنا دي ترجع أنا له. انا حسيت ان شادي طول شويه، دي ترجع له. انما يعني هو كخامه لعيب، لا، كواليتي لعيب كويس جدا. بدنيا، فنيا، محطه كويسه. انا ما عنديش خلاف على شيء. شايل حاجه هناك، سيبه ده شايل حاجه هناك، وانا رايح له بيها برضه. رايح له يعني. انا عايز اسال، طب قول لي يعني، اسالني انا. طب اسالك سؤال، استني، انا الام منك. شادي، انت كريم بتتابعه في الدوري؟ تابعته السنه اللي فاتت في الدوري المصري؟ طب شادي كان من اللعيبه بتجيب جوان كتيره؟ لا، في الدوري المصري لا، معدل اهدافه مش كبير. شادي بيضيع جوان كتيره جدا مع سيراميكا، كان في اوقات كتيره جدا بيضيع نقط بسبب شادي، وكان هو اللي بيجيب نقط كتير، وكان بيجيب بالظبط. بس وفي الاخر لما تيجي تتكلم على شادي، هو لعيب كويس عشان كده جه النادي الاهلي والناس. بس انا شايف النادي الاهلي كان لازم يقعد احمد ياسر ريان، لان احمد ياسر ريان خد الحاجات الكتيره قوي اللي هو كان مفروض ان هو لعب بره وروح احترف في تركيا شويه ولعب وعمل حاجات كتيره. صح. كان لازم ابن النادي هو اللي يكمل، ما ادفعش 20 مليون ودي مرتب لراجل هيجي عشان ابن النادي هيجي يعمل لي نفس الدور لناس. لا لا، عشان ابن النادي ولا عشان بروفايل او شكل مختلف عن شادي حسين؟ ما هو اصل ابن النادي انا مش هبقى معاك فيها، مش عشان حاجه، عشان انت عايز لعيب كويس. يعني بس ممكن تقول لي احمد ياسر افضل، هبقى معاك. انا مش عايز اقصى على شادي، لان في الاخر الواحد لعب كوره وكده. مش شادي اللي كان يجي النادي الاهلي، مش الفيرود ده اللي يجي النادي الاهلي. يعني من الاساس لا، ما جيبوش، لان انا عندي لعيبه كتير شبهه، وعندي لعيبه كتير احسن منه. وعندي ممكن ناشئين ممكن اطلع احسن منه، مش هو دوت. وكان عندي حسام حسن، يعني حكم قاسي عليه؟ لا، وعندي حسام حسن كان، بقول لك مش هبقى قاسي. لا، وعايز اقول لك مش قاسي. هو قال لك اول مش قاسي، الاول قال لك انا مش هبقى قاسي، بس هو ما كانش ما هتبقى يعني. اعمل ايه طيب؟ انا هرجع واكلمك. انت لما جيت على في نادي الاهلي كان في مين في نص الملعب؟ كان في، لا، ما كانش في حد لسه، كان ساعتها كان مين موجود؟ لا، ما انت بتقوليش ازاي. طيب انا بسالك، يعني هو النادي الاهلي ما كانش فيه نص ملعب يعني؟ غير محمد شوقي وهادي خشبه، كان ساعتها الكابتن مانو جدير رحمه الله كعصر دباك. صح. ما كانش في حد. طب انت كنت تسال السؤال ده ليه يا كابتن عبد الله؟ عشان بس امشي معاك. لا، عايز يقول لك يعني ان انا جيت فكان في ناس كتيره يعني؟ مش انت، انا انا انا. لا، انت جيت بقى في فتره انا، بلاش انت، كان في اسلام الشاطر، بلاش انت، وكان في بركات، وكان في جيلبرتو، وكان في محمد عبد الوهاب في الطرف اليمين والشمال، بلاش فكان عندك منافسين كتير. انا هتكلم عن نفسي انا، بلاش انت. ما انا جاي من النادي الاسماعيلي وجاي خامه كويسه وجاي لعيب كويس. هي في الاول وفي الاخر انا قلت لك في بدايه الامر قناعات. صح.
قناعات. لا بس ثواني بس بس خلينا اكمل كلامي بعد اذنك عشان انا هرجع لك لنقطه كمان. هرجع لك لنقطه كمان لما عشان برضو موضوع بيرستاول بيقول لك ان انا كنت بتكلم عليه. احنا لما جيت سالتني قلت لي بيرستاول ولا احمد ياسر ريان؟ قلت لك مين اللي يقعد؟ قول قول الكابتن حسن عشان هو اللي بيسجل. لا انا قلت لك قول قول قلت لك احمد ياسر ريان مش بيرستاول يعني عشان بس الكلام ما يهربش مني. فانا في الاول وفي الاخر دي قناعات مدير فني يعني في الاول وفي الاخر هو اللي شايف هو اللي بيدير. انما انا بقول لك في لعيب كويس وفي ريحه كويسه وفي خامه كويسه ان نقول ان هو جاي. لا جاي بس محتاج سواء مع كولر كولر بس يا محمد عبد الله. كولر مش الراجل ده مش بالقناعات. الراجل اللي هيديله هو اللي هيلعبه. انت مش قناعات. ما هو بيصبر على لعيبه كتير. طب هو ما صبرش على لعيبه. هو شادي خد فرص ولا ما خدش فرص؟ لا ازاي بس ده بادئ الدوري ما ينفعش عشان اقول انا خدت العب يعني اخد سطر واسيب سطر. الكوره مش كده. عشان في كده انا بقول لك في لعبه كتير بتتظلم. يا سيدي اديني ماتش 2 3. طب ممكن اسالك سؤال بصيغه ثانيه. انتوا الاثنين برضو شادي حسين مركزه احسن مهاجم ولا يلعب جناح؟ انا بالنسبه لي جناح فروت صريح. خلي بالك في سيراميكا كان بيلعب جناح لما احمد ياسر ريان كان بيلعب جناح اكتر. ده مضطر عشان كان موجود احمد ياسر. انما قبل احمد ياسر لما قبل ما يجي كان بيشتغل ايه؟ هو فروت تسعه صريح. وابدع في تسعه صريح. وده مكانه. بس انا بقول لك فروت كويس محطه كويسه بيستلم تحت ضغط بشكل كويس قوي سريع هيدرز بيعرف يشوط. ده فروت متكامل. حته الطرف مش بتاعته. شادي ما عندوش مهاره واحد ضد واحد مش بتاعته. فما تلغوهوش ما تطلعهوش من الحته اللي هو ممكن ايه يتعب فيها مش بتاعته. مش هيعرف فخلاص انت حط في المكان اللي هو بيدافع فيه. انا عارف ان انا في المكان ده هعرف اشتغل بشكل كويس وهدي لك فيه بنسبه 100%. هتطلعني بره الحته دي ممكن اتوه. طيب